السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي القناة. اليوم كيف كتشوفوا جبتكم واحد الوصفة شعبية وسهلة، وهو طبق العدس. الصراحة قدمته على حسب طلب البنات اللي طلبوه لي. طلبوه لي واحد 3 البنات، سبق لما كلاو العدس في الدار ديالي قالوا لي بغينا تنزل لنا الوصفة، قلت لهم واخا. واليوم انا وجدته، صراحه كيجي لذيذ بزاف. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتجربوا الطريقه ديالي وتشاركوها مع الاهل والاصدقاء. ودابا غادي ننتقلوا مع المقادير. وفي المقادير عندنا واحد كمية من العدس على حساب افراد العائله. انا بما ان الاسره ديالي صغيره عندي كميه صغيره، واحد البصله كبيره، واحد الحبه طماطم، جوج دريصات د الثوم، حبتين من الجزر. الجزر اذا بغيتو عملوها، ما بغيتوش ما تعملوهاش. 3 ملاعق من صلصه الطماطم المقلي، نصف ملعقه صغيره كل من الفلفل الاسود والخرقوم والزنجبيل، واحد نص معلقة زيت شوية الكمون، رأس ملعقة القرفة، القرفة غير شوية الرأس معلقة، كاس زيت الزيتون. الصراحة العدس كتجي مزيونة بزيت زايد، قبصة قصبر ومعدنوس عفوا، والملح على حسب الذوق. وبسم الله نبداو مع الطريقة. أول حاجة كنعملها هو كنعمل ديك العدس دفزك في الماء سخون، وكنتقل نعدل الترميلة. كنعمل في الترموله كنعمل الزيت الزيتون في الطنجره، ومن بعد كنزيد عليها البصل والطماطم وكنخليهم يتشحروا شويه ومع الملح. ومن بعد ما كيتشحروا شويه كنزيد لهم ديك جوج دريصات د الثومه مقطعين صغيورين، بغيتهم تذوقوهم بغيتهم تحكوهم، انا كنقطعهم الى طريفات ستيكوين. وكندوز نغسل ديك العدس، كنغسلها انا الصراحه كنغسلها 3 المرات. كما عاد لاحظوا غنوري لكم الماء ديالها، يعني كيجيو كتطلق هي الكحوليه. المهم كنغسلها 3 المرات، انتم عاد لاحظوا. وبالماء طايب، دائما بالماء طايب. وبطبيعة الحال مرة مرة كنحرك ديك الترميلة لا تسقط فيا ما عليهاش. وفي اللحظة هذه ملي كتكون الترميلة يعني قريبة طيب، كنزيد عليها الجعدة اللي هو الجزر. ودابا كنزيد التوابل. كنعمل الزنجبيل كما لاحظتوا، نص معلقة، وراس معلقة القرفة شوية، يعني ماشي بزاف، انا هنا كترت نقصوا شوية. ونص معلقة الابزار اللي هو الفلفل الاسود، نص معلقة الخرقوم، واحد نص معلقة زايدة شوية الكمون، وهذو هما التوابل اللي كنعمل انا في العدس. والصراحة كتجي مزيونة ونرغبو نحكمو. ودابا كنزيد لها واحد 3 المعالق
الطماطم المقلي كيتباع هيدا، يعني لاصوص طوماط كتباع هيدا يا مصغبه. ومن بعد ما كنعمل مطيشه كنعمل هذه العدس، كنعملها كندوزها واحد جوج دقائق في الزيت، كتدخل لها واحد جوج دقائق في الزيت، ومن بعد كنعمل لها الماء. ودابا كنزيد عليها الماء كنمرقها، الماء من الاحسن يعني تغطيها وتزيد عليها، يعني زيد، لان مهم هي على حسب الطنجره واش كتشرب الماء بزاف ولا لا. انا الصراحه هاد الطنجره كتشرب لي الماء يعني، واصلا العدس يعني ما كنعملهاش تكون خفيفه، الا بغيتوها خفيفه زيدوا لها الماء، بغيتو ثقيله هذا هو القياس. وكنزيد لها واحد شويه الكزبر معدنوس مخلطين، وكنشد عليها واحد 20 دقيقه. من بعد كنفتح الكميله، الا جبرت العدس باقا ما طابتش كنعاود نشد لها عليها شويه، والمهم على حسب الوقت عينك وميزانك، وعلى حسب النوعيه ديال العدس. كاين نوعيه كطيب يعني بلا ما تشد عليها، وكاين نوعيه يعني واخا تشد عليها تسعد المكانه ما كطيبش، يعني على حسب النوعيه ديال العدس. مهم بقاو قد تفتحوا ليها وتشوفوها، وهذه هي العدس ديالي، ونتمنى تعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع الاهل والاصدقاء. ودابا نقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا.